خد انت الولاد من المدرسة، انا تعبانة ومحتاجة ارتاح. مش طلب اخير، خلي بالك من ولادي يا يوسف. لا مستحيل، نورة عمرها ما عملت كده. هي زعلت منك في حاجة يا يوسف؟ لا العادي يعني. العادي؟ يبقى زعلتها. وهو العادي ان انا ابقى مزعلها؟ امال ايه اللي خلاها ما ترجعش لحد دلوقتي؟ مش عرفني بس. طب هي ماما قالت لك ايه؟ ماما ما شافتهاش اصلا من امبارح من ساعة المستشفى. ولو سمحت يا يوسف ما تقولهاش حاجة، عشان انا قايله لماما ان موبايل نورة بايظ مش اكتر. لا ما انا مش هقعد ساكت كده. انا هنزل ادور عليها في الشوارع، خلي بالك انت من الولاد. لا استنى يا يوسف، انا تقريبا عرفت نوره فين. طب يلا بينا. لا معلش انا بس في حاجه لازم اتاكد منها الاول، اول ما اتاكد هكلمك على طول. لا مش هينفع، انا مش هفضل قاعد كده، انا هنزل معاكي. يا يوسف لو سمحت اسمع كلامي، في حاجه بس هتاكد منها واكلمك على طول. لازم تقعد انت مع الولاد. غديتهم؟ طب معلش اطلب لهم اي حاجه عقبال ما اكلمك. يا نوره ما رجعتش البيت من امبارح. ده انت عارف كل حاجه بقى. سلام. ما تحورش عشان سمعت كل اللي انتوا قلتوه مع بعض. سمعتي ايه بالظبط؟ انا زهقت بقى، يلا نمشي. طب ممكن بس تصبري شويه، نوره عند الدكتور عشان تفهم الحاله ايه. حاله ايه؟ جالي شويه هبوط وبقيت كويسه، ما تكبريش الحكايه بقى، انا زهقت. طب عشان خاطري بس استنيني، هروح استعجلها ونرجع نمشي. اوه معلش هروح. خلاص ممكن اعرف بتهربي مني ليه نورة؟ وائل بجد مش وقته الكلام ده. والنتيجة؟ ما انا عارفاها. طب قلت ليوسف ولا لسه؟ ده مجنون. لا طبعا ما قلتلوش. ما هو مصيره هيعرف. ويوسف لو عارف هيتدمر، حياته كلها هتتشقلب. نورة انت مش مقدرة موقفي. انا ما بقتش قادر ابص في عيون يوسف كل ما اشوفه في المستشفى. انا بروح اعمل عمليات هناك كتير. طب بلاش انا. انت هتفضلي كده لحد امتى؟ لو مش قادر تقولي له اقول انا. الولاد ذنبهم ايه مر بكل ده؟ الاخر النتيجة واحدة. أرجوك يا وائل خلي الموضوع ده بالي. بص انا ما يهمنيش اللي بينك وبيننا ورا ايه، انا المهم دلوقتي اعرف اختي فين. انت فهمتي ايه بالظبط؟ انا مفيش بيني وبيننا ورا اي حاجة. امال انا سمعت ده معناه ايه؟ طب اتفضلي اقعدي وانا اقولك على كل حاجه. لا انا مش هتنيل اقعد لما اعرف اختي فين. لو سمحت اقعدي عشان احكيلك على كل حاجه. اتفضلي. يعني ما عندكيش فكره هي ممكن تكون فين؟ لا والله يا دكتور يوسف، يعني حتى ما اتكلمناش من يوم على الدنيا. ارجوك طمني يوم ما ترجع. حاضر شكرا، مع السلامه. مع السلامه. لا خلاص دي كل النمر اللي على التليفون القديم. طب ممكن تبقى راحت النادي؟ تروحي النادي تعمل ايه من غيركم يا فرح؟ وبعدين في خالتكم دي اللي كمان ما بتردش عليها وتليفونها مقفول. انزل دور عليها يا بوبي، ما تخافش علينا، مامي كانت بتسيبنا لوحدينا. بجد يا فرح؟ بجد. طيب انا هنزل انا ادور عليها، وانتي خشي خلي بالك بس من اخواتك، وقولي لفريده اوعى تبوظ الكنبه. حاضر. عشان لما مامي ترجع ما تبقاش متضايقه. حاضر. خشي يا حبيبتي خشي. عرفتي نورة فين؟ في انت بتعيطي ليه؟ نورة تعبانة قوي يا يوسف. تعبانة؟ تعبانة ازاي يعني؟ ما هي كانت كويسة الصبح. لا تعبانة قوي في مرحلة متأخرة كمان. ايوه يعني محجوزة في مستشفى مثلا ولا فين؟ مش عارفة، دكتور وائل هو اللي قال لي كده ووراني التحاليل بتاعتها كمان. انا رايح. استنى. ايوه دي عربيتي. لقيتوها فين؟ طب بعد اذنك المدام اللي كانت سايقه العربيه فين؟ ايوه نوره عبد الخالق. اسم ايه؟ طيب انا جاي على طول.
في ايه يا يوسف؟ ما اعرفش والله ما اعرف، قالوا لي هتعرف كل حاجه في الاسم. طب انا هاجي معاك يا يوسف. تيجي معايا فين يا دليله؟ بقول لك رايح الاسم. خليك انت مع الولاد لو سمحتي، لو سمحتي. معلش معلش.